السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام، معكم المهندس ياسين. طبعا أنا حاليا عم بتكلم، أكيد أنتم مستمعين صوت الهواء الموجود في حال أنه الشخص تكلم في المكان. حاليا احنا مشغلين تكييف وجنرال ماكينة 4 إلى 4 اللي هي 3.75 في هذا المكان، شغالة عندي على الفول سبيد، حاليا شغال على السرعة القصوى. طبعا صوت الهواء على السرعة القصوى المفروض تصميميا يكون طالع عندي صوت طبعا غير مزعج ضمن الحدود، واحنا بنقول دائما لازم يكون في تناسب ما بين سرعة الهواء وتصميم مخارج الهواء وايضا عملية توزيع الهواء داخل السبيس او داخل المكان. عندنا احنا التكييف مثل ما شايفين لينير بار جريل اللي احنا دائما بننصح فيه في الغرف الكبيرة وايضا في الصالات، وما يتم تركيب اي نوع اخر من مخارج الهواء، لازم يكون دفع الهواء باتجاه السبيس، لازم يكون دفع الهواء باتجاه السبيس. هذا الامر رح نتكلم فيه ان شاء الله، ولكن احنا حاليا عم نشوف موضوع صوت الهواء وايضا صوت الوحدة الداخلية بالنسبة للمكيفات. طبعا هون حاليا احنا عملية تجريب، ما تم عملية فينيشينج للفيلا، ولكن قمنا بعملية تجريب للمكيفات لحتى نشوف إذا في عندنا أي إشكالية، إن شاء الله ما بيكون عندنا أي مشاكل بعملية. طبعا مثل ما شفتوا أنتوا هون إحنا شغالة الماكينة على الفول سبيد، هاي السرعة الرابعة تمام، وأيضا باب الحمام بعد ما ركب أيضا بس يركب باب الحمام بيخف عندي الصوت. حاليا رح ندخل باتجاه الوحدة الداخلية، سامعين صوت الوحدة الداخلية؟ أيضا زي ما شايفين بعد إغلاق الأكسس دور صوت ناعم جدا، يعني إذا بيتكلم الشخص نهائيا ما بيسمع صوت حتى الماكينة. طبعا هذا الكلام إحنا بنتكلم على الفول سبيد، يعني على أعلى سرعة وبالتالي أعلى صوت، بس نطلع حاليا بخف. شايفين؟ حاليا أنا داخل المكان والمكيف شغال عندي على الفول سبيد. هاي بالنسبة لإحنا طبعا الشيء اللي بنشوفه صحيح بهذه الطريقة بالنسبة لأصوات التكييف، لأنه صورنا من قبل كم يوم إحنا في أحد المشاريع في أحد الشركات، طبعا كانت شغالة في المشروع، وأتوقع أن كان في أخطاء في أبعاد الدكت وأيضا في أخطاء في أبعاد مخارج الهواء، بالتالي كان صوت يعني توقف بالمكان صوت نفاثة الهواء، وهذا الأمر طبعا غير مقبول. يعني المفروض يكون إحنا مثل ما قلنا على السرعة القصوى الصوت مقبول. شايفين حاليا أنا واصل عندي صوت الماكينة أيضا بس يركب مثل ما قلنا باب الحمام بيخفف الصوت تماما، بالتالي بيقدر الكاستمر يخفف الصوت لما يكون طبعا الصوت بالنسبة له دونام مثلا حس أن الصوت شوي مزعج بالنسبة له، بيقدر يخفف طبعا السرعة وبالتالي بخف عندي الصوت. بينما احنا مثل ما قلنا كل شغلنا احنا بنشتغل ان شاء الله، والكورسات اللي احنا بنشرحها بنشرح بناء على الطريقة نفسها اللي احنا بنقوم بالتركيب من خلالها. حبينا نصور لكم شغلنا احنا، هذا شغلنا هون حاليا شغال المكيف على الفول سبيد، وبيقدر الكاستمر يخفف طبعا السرعة، عنده 4 سرعات، هاي على الميديوم، طبعا على الميديوم بخف صوت الهواء وايضا بخف صوت الوحدة الداخلية. يعني انا بشبهه لصوت مروحة شفط مثلا، طبعا هاي عبارة عن سبلاي للحمام، احنا عندنا هون تبريد للحمام بس فقط سبلاي. هذا هو صوت الماكينة او المكيف تمام. طبعا مجرد ما تدخل للغرفة تقريبا صوت الماكينة بيروح، إلا اللهم من فتحة باب الحمام لأنه لسه ما ركبت الأبواب. يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام.